السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي. اليوم سوف نبدأ درسا جديدا من دروس النصوص الشعرية قصيدة بعنوان أبي. أهداف درسنا لليوم هي تحديد أهم الأفكار الواردة في القصيدة، استنتاج أفضال الأب على ابنه من خلال أبيات القصيدة، إبداء الرأي في مكانة الأب في الحياة. الآن عزيزي الطالب لنستمع إلى أبيات القصيدة ونردد معها بانتباه. أبي، كم يا أبي لك من يد عندي وكم لك من أثر؟ أنت الذي ربيتني ورعيتني منذ الصغر، وغذوتني وكسوتني ووقيتني شر الغير. فإذا ألم بي الضنا حل الأسى بك والسهر، تدعو الطبيب ولا تني حتى يجاوزني الخطر. وأفدتني العلم الذي هو كنز مالي المدخر، وتظل تكدح في الحياة لحاضري والمنتظر. هذه عوارفك الحسان وتلك أيديك الغرر، هي يا أبي دين علي أرده عند الكبر. بعد أن استمعنا أعزائي الطلاب إلى القصيدة، يا ترى عن ماذا تحدثت القصيدة؟ نعم، تحدثت عن الأب وأفضاله. إذن الفكرة العامة للقصيدة هي يعدد الشاعر أفضال الأب عليه متعهدا برد الجميل له عند الكبر. دعنا الآن عزيزي الطالب نتعرف على الكلمات الجديدة المتواجدة في القصيدة. والآن عزيزي الطالب لنتعرف على الكلمات الجديدة المتواجدة في القصيدة. أمهلك عزيزي الطالب دقيقتين للتفكير. الآن دعنا نجيب عن هذا السؤال معا. الغير وهي، نعم عزيزي الطالب، حوادث الدهر ومصائبه. ألم بي، أحسنت، أصابني. الضنا وهي المرض الشديد، إجابة رائعة. الأسى الحزن، أحسنت عزيزي. لا تني، نعم هي لا تتأخر. العوارف جمع عارفة وهي الإحسان، إجابة رائعة. أيديك الغرر هي بمعنى أيديك الكريمة، أحسنتم أعزائي، إجابات صحيحة. قد عملنا عزيزي الطالب على تقسيم القصيدة إلى مقطعين، كل مقطع يضم أبياتا على حدة. المقطع الأول ويضم الأبيات من 1 حتى 7 وتضمهم الفكرة الرئيسية التالية وهي أفضال الأبي على ابنه. الآن عزيزي دعنا نشرح هذه الأبيات على حدة.
في بداية القصيدة يخاطب الشاعر أباه مستخدما أسلوب النداء في كلمة يا أبي، وقد استعان الشاعر هنا بضمير المخاطب للمذكر وهو أنت، وهو ضمير للمخاطب. يعترف الشاعر بأفضال أبيه مشبها الفضل باليد، وكرر استخدام كم وهي كم الخبرية للتعبير عن كثرة تلك الأفضال. ينتقل الشاعر من الإجمال إلى التفصيل، فقد بدأ بذكر أفضال والده مجملة في البيت الأول، ثم عددها بالتفصيل في الأبيات الموالية من المقطع، وأبرزها ما يلي: 1- أولاً التربية والرعاية، وتظهر من خلال كثرة الأفعال المسندة إلى ضمير المخاطب أنت العائد على الأبي في المرادفات التالية: ربيتني، رعيتني، قدوتني، كسوتني، وقيتني، وهي أفعال لما تتطلبه تنشئة الأطفال من تربية ورعاية وتوفير للمأكل والملبس والحماية من الأخطار. هل أكمل عزيزي الطالب؟ هل أنت معي؟ إذن نكمل. 2- حنو الأبي على ابنه وقت المرض، ويتجلى ذلك من خلال أسلوب الشرط الذي يصل فيه الشاعر بين مرض الابن وتأثر الأبي، فتظهر عليه علامات الحزن ويفارق النوم عينيه انشغالا بحال ابنه، وتراه حريصا على استدعاء الطبيب لعلاجه وحمايته من خطر المرض. 3- حرص الأبي على إفادة ابنه بالعلم النافع، وقد شبه الشاعر هنا العلم بالكنز المدخر، إبرازا لأهميته في حياة الإنسان ونفعه له في المستقبل، وذلك لأن الكنز قيمة أهمية، فالعلم أهمية مثل الكنز، فلذلك قد استخدم الشاعر هذا التشبيه ليوضح أهمية العلم للأبن. 4- استمرار كدح الأبي وشقائه في سبيل توفير الحياة الكريمة لأبنائه حاضرا، وضمان النجاح لهم في حياتهم المستقبلية. بهذه الصورة أعزائي الطلاب قد انتهينا من شرح أبيات المقطع الأول، ننتقل الآن إلى المقطع الثاني والذي يضم البيتين 8 و9، والفكرة التي تضم هذان البيتان هي ضرورة رد الجميل إلى الأبي عند الكبر. وشرح هذان البيتان هما: 1- عودة الشاعر إلى الاعتراف بفضل الأبي عليه، فيستخدم اسمي الإشارة هذه وتلك لتعيين كثرة الأفضال ووصف يدي أبيه بالكرم والجود. 2- تشبيه أفضال الأبي بالدين الذي يتعهد الشاعر برده إليه عند الكبر. بهذه الصورة أعزائي انتهينا من شرح أبيات القصيدة، ننتقل الآن لنختبر مدى فهمنا لهذا الشرح من خلال الأسئلة التالية، ولكن قبل ذلك لنجهز ورقة وقلم لنتمكن من الإجابة مع المعلمة. السؤال الأول: استخرج من القصيدة ما يلي: ضد كلمة الفرح، مرادف أصابني كلمة بمعنى المرض الشديد. أمامك عزيزي الطالب 2 دقيقة للإجابة.
والآن هيا بنا لنجيب عن هذا السؤال معا. ضد كلمة الفرح هي الأسى. أحسنت عزيزي الطالب، إجابة رائعة. مرادف أصابني، ألم بي، إجابة صائبة. كلمة بمعنى المرض الشديد هي الضنا، إجابة رائعة. السؤال الثاني، أستخدم كلمة الغير في جملة توضح معناها. أمامك عزيزي الطالب دقيقتين للإجابة. أنا متأكدة أعزائي بأنكم قد استطعتم وضع هذه الكلمة في العديد من الجمل المفيدة، ولكن لنرى المثال الذي وضعته أنا لكم. المواطن الصالح حريص على حماية وطنه من شر الغير. أوضحوا كل مما يأتي في البيت الأول من القصيدة. معنى كم؟ المقصود بكلمة يد. أمامك عزيز الطالب دقيقتين للإجابة. والآن دعونا نجيب عن هذا السؤال معا. معنى كم؟ وهي كم خبرية وتفيد معنى الكثرة. فهنا استخدم كم ليوضح كثرة أفضال الأبي عليه. المقصود بكلمة يد، نعم عزيزي، هي الفضل. للأبي أفضال كثيرة على أبنائه، اذكر منها فضلين مما أورده الشاعر في قصيدته. ولكن قبل ذلك لنعود معا إلى القصيدة ونتذكر أعزائي الطلاب. أمهلكم دقيقتين للإجابة.
الآن دعونا نجيب عن هذا السؤال معا. الفضل الأول وهو التربية والرعاية إجابة صحيحة. الفضل الثاني وهو توفير المأكل والملبس أحسنت عزيزي. أيضا لدينا الحماية من المخاطر إجابات رائعة أعزائي، أنتم طلاب مجدون. الآن ننتقل إلى مرحلة تحليل القصيدة وأختبر مدى فهمي لها ومدى مقدرتي على تحليلها. أبين نوع الأسلوب والمعنى المستفاد منه في قول الشاعر يا أبي أمامك عزيز الطالب دقيقتين. والآن لنجيب عن هذا السؤال معا. أحسنت عزيزي، هنا استخدم الشاعر أسلوب النداء والمعنى المستفاد منه تعظيم الأب والإعلاء من شأنه. أشرح الصورة الخيالية الواردة في قول الشاعر العلم الذي هو كنز مالي المدخر أمامك عزيزي 3 دقائق للإجابة.
دعونا الآن نجيب عن هذا السؤال معا. دعونا نرى، العلم الذي هو كنز مالي المدخر. هنا كلمة الكنز والعلم، إذن قد استخدم الشاعر كلمة الكنز وشبه العلم بالكنز ليبين مدى أهمية هذا العلم لنا. شبه الشاعر العلم الذي اكتسبه من أبيه بالكنز الذي يدخره لمستقبل حياته، تأكيدا على قيمته العالية التي لا تقدر بثمن وأهميته في حياة الإنسان. كيف يبدو حال الأب عند إصابة ابنه بالمرض، وعلى ما يدل ذلك؟ أمامك عزيزي دقيقتين للإجابة، وأرجو منك العودة إلى أبيات القصيدة. الآن لنجيب عن هذا السؤال معا. يتأثر الأب عند مرض ابنه، فينتابه الحزن ويفارق النوم عينيه حتى يتعافى ابنه، ويدل ذلك على شدة حب الأب لأبنائه وحرصه على سلامتهم. أشرح البيت السابع بأسلوبي الخاص، وهو: وتظل تكدح في الحياة لحاضري والمنتظر. أمامك عزيز الطالب 3 دقائق للإجابة.
والآن لنجيب عن هذا السؤال معا. أنا متأكدة بأنكم قد استطعتم شرح هذا البيت بصورة جميلة، ولكن لنرى ما هو الشرح الذي وضعته أنا لكم. يستمر الأب في كفاحه من أجل توفير أسباب العيش الكريمة لأبنائه حتى بعد أن يتجاوزوا مرحلة الصغر، فيبذل قصارى جهده من أجل أن يضمن لهم النجاح في حياتهم المستقبلية. ختاماً عزيزي الطالب، لدي سؤالان يحتاجان إلى التفكير والبحث، هل أنت مستعد لذلك؟ أحسنت عزيزي، إذن لنرى السؤال. اعتبر الشاعر في البيت الأخير أفضال الأب على أبنائه ديناً وجب عليهم رده، هل توافقه الرأي؟ علل إجابتك. أمامك عزيزي الطالب 3 دقائق، ولا تتعجل في الإجابة. الآن دعنا نجيب معا. أنا متأكدة بأن جميعكم قد وافق الشاعر بالإجابة. نعم، أوافقه الرأي. إذن لماذا نوافقه الرأي؟ نعم عزيزي، لأن الأب قد عمل وكدح وسهر الليالي علينا، فيجب أن نرد له ولو جزءا بسيطا من هذا الجميل الذي قدمه لنا، لأن ما يبذله الآباء في سبيل أبنائهم رسالة نبيلة يضحون فيها بكل ما لديهم من صحة ومال، ويصبح ردها واجبا لا بد للأبناء أن يعملوا على أدائه حين يكبر الوالدان وتتقدم بهما السن. نحن يجب علينا أن نعمل طوال حياتنا لكي نرد أفضال آبائنا علينا. نحن نعلم بأننا لن نستطيع أن نرد جميع هذه الأفضال، ولكن لا ضرر من رد ولو جزءا بسيطا من هذه الأفضال علينا، فيجب علينا رعايتهم
والاستماع إلى نصائحهم وتلبية جميع احتياجاتهم. فعليك عزيز الطالب العمل على ذلك، ولا تنسى فضل أبيك عليك. أبحث في سورة الإسراء عن آية قرآنية تدعو إلى احترام الوالدين والإحسان إليهما. عزيز الطالب، أمامك 5 دقائق للإجابة.
إذن الآن نجيب عن هذا السؤال معا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بهذه الصورة أعزائي قد انتهينا من درسنا لليوم. آمل بأنكم قد استفدتم واستمتعتم معنا. لا ننسى أعزائي بأن القصيدة قد طلب عليكم حفظها كاملا، ولكي تعودوا إلى حفظها عليكم العودة إلى كتاب القراءة صفحة 12. شكرا إلى حسن استماعكم.